اهدأ يا اهدأ. سميح شبك فايد مثل الجيش العايش يا سيدي. علقت وين علقت؟ بحارة القصب علقت علقة كبيرة كتير. وهالمرة مع مين كان؟ او مع حارة ابو صخر. طلعتوا قليلين قصد وغدرتوا فينا. ماشي راجعينكم يا حارة العصب. اشتروا لي كفاية تبعاتكم. نحن قدكم زود انت وياهنا بغي وكفاكم زازي عنا وحياة عينك وعينه. لنشوف انت وياه لنشوف. سخر هيك سخر هيك وصيفة وراي ان شاء الله دربي فيك بايرت. ماشي لك لوين يا عطار؟ نعم
حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ليش هيك صار معنا يا جماعة؟ ليش؟ منيح اللي قضت هيك يا شيخي. خلصت؟ منين خلصت؟ قول هلأ بلشت. ايه والله هلأ بلشت. وتبلش وجربوا يجوا على حارتنا مرة تانية، ما بيطلعوا من هون إلا محملين بدفانهم. ما حدا قتلهم غيرنا عمي. استغفروا ربكم يا جماعة، استغفر ربك يا حامد. استغفر الله العظيم. يا جماعة الحمد لله اللي ما حدا قتل لا مننا ولا منه. الحمد لله يا أبو جميل. الحمد لله يا جماعة. خلينا نفوت على المضافة نحكي نشوف شو بدنا نساوي. تفضل يا يعني روحتك يا ابو عامر لحارة ابو صخر ما لها مضبوطة. وليش مو مضبوطة سيد راسي؟ شنو حضرتك صالحته وخليتنا ننجبر نسلم عليه وهو بوسط حارتنا؟ ايوه شفت شو سوى ولا ما شفت شو سوى؟ شفت عمي شفت. يعني نحن لا بدنا نشوفه ولا بدنا نصالحه. هذا هو ابو راتب. لا سيدي بدنا نصالحه. لا سيدي ما بدنا نصالحه. هلا ابو عامر لما صالحه شفت شو سوى؟ ابو عامر ما غلط لما راح لعنده. غلط يا ابو حسني غلط. يا جماعه ما بدنا اياها تكبر بيناتنا. لك يا عمي شغلي فاضيه صارت ومضت على خير وخلصنا بقى. انو خير هاد؟ لا وعم يقول فاضيه. لا ما لها فاضيه اخي، ما أنا فاضي. فاضي أو ستين فاضي. يا عم يا أبو جميل هي شغلة فاضية هي؟ أبو صخر إجا على الحارة اليوم وناوي الشر، بدي رد الفوت اللي فاتوا رجال حارتنا على حارتهم من شهرين يا أبو جميل. كمان لا تنسى يا أبو راتب لما فات عليهم أبو عامر على الحارة ورد لهم الخناقة لما فاتوا زعران أبو صخر وضربوه لمجد فوال. يا سيدي أبو صخر ما بيعملها، هي كنا على عشه ويبلعها. شنو بيعرف إنه هو مو قد أهل حارتنا؟ نهارنا على الفاضي ولا اشتغلنا بنقلة لا افوق الا شيء، ما وصلنا لحل. ما صار شيء، روح افتح قهوتك واسترزق. ومين قال لك ما راح افتح قهوتي؟ على القليلة بيجينا كان مرغوب. الله معك تيسر. يلا السلام عليكم. عليكم السلام. الله يرزقك ابو راتي. وانتم يا جماعة الله يرضى عليكم، قبل ما تروحوا على بيوتكم هدوا هالشباب اللي كانت فايرة بخناقة اليوم. إن شاء الله إن شاء الله. لا تاكلهم شيخنا راح نهديهم. شريك إن شاء الله. سلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام ورحمة الله. يسلمكم دركم. السلامة يا سيدي. نكسبك على الغداء. الله عليك يا ابن الحلال. لك شوية ثانية رح يصير وقت العشاء. يا سيدي وعشاء شو عليك؟ كثر الله خيرك والله يخلي لك اولادك. بدي روح الحق افتح الدكان وترزق باب الله شوي. لك عمي من كتر الشغله اللي مقتل بعضه نهارنا انضرب وانضرب خلاص، ما عادت محرزه تفتح دكانتها. قول الله وبالمره بشق على بنتي فتحيه. يلا شريف شريف. لك ليك قاموا الايام يا الله يوفقهم. والله شوف عينك. روح لك دب روح هلا. يلا يا روحك. السلام. تأخرت تقبرني. طمني شو صار فيهم؟ شو صار فيهم؟ أبوات الحارة فايتين ببعضهم من اللي عملوا فيها وبصفوا رجالهم. يعني أكلوها منيح؟ حشك لبك. وأكثر واحد أكلها أبو عامر. الله لا يقيمه. آمين. الله يجيب العوائد سليمة. أبو عامر رجال الحارة لاموك بصلحتك مع أبو صخر. ليش؟ لأنك ما استشرتهم. بعرف بس هذا اللي صار يا أبو حسني. شو نعمل يعني؟ أنت بتعرف ليش صالحته لأبو صخر؟ ليش؟ بدنا نكون إيد واحدة لحتى نقاتل الفرنساوي. الجفا اللي بيناتنا له طعم شيء. والله مزبوط وأنا معك. بعدين يا أبو حسني أبو صخر وجماعته من لحمنا ودمنا، لشو نعادي؟ عداك العيب يا أبو عامر. لك ومع ذلك ماني راضيين على اللي سواه لحتى أسمع شو عذره. بدك تروح لعنده؟ إيه يا أبو حسني، لازم روح. لازم أعرف ليش هيك سوا بفرح طهور ابني عامر. أوه. لا
ليش هيك عمي؟ ليش هيك صار؟ شي صار فيه؟ أكيد نحن ما لازم نسكت هالمرة، يعني نحن نزلينا بنص حارتهم كبيرة. شو عم تحكي أنت يا أبدي؟ مثل ما سمعت، نحن نزلينا بوسط حارتهم. أبديب، بدك تعرف المرة الماضية أنا سكتت لأنه أبو عامر بعت لي وترجاني، يا أبو صخر بترجاك ما تساوي شي ما ساوينا، بس هالمرة لا، لأني بيني وبينه في بلاوي مصبرة. عطرك يا شام حبي عطر قلبي.